السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزات. اليوم الحصة تاعنا الأهلي كان يريد هذا المشرف تاعكم، وتصرف غريب من اليوزار سيف تجاه بالرحمة لما فهم والو برك، وقام بتصرف غريب للغاية في ودية جزائر ومصر. يعني مدرب يحوس يربح وصحيح، حوس يربح هكا وصحيح، كاش مشكلة ربحوا هكا وخلوه يجي يقول لكم مدوا التشكيلة تاعي خوانا. أي كاين الصومال طلعوا بها المورال، أي جاي الصومال طلعوا بها المورال، شهر يصبروا صبروا صبروا شهر جاي طلعوا بها المورال، نربحوا بخمسة ولا ستة. مكلاسيا 195 ومكلاسيا ما قبل الأخيرة في لافريك صومال، هاي جاية طلعوا بها المورال نورمال. وشاهدت المباراة الجزائر ومصر ودية مساء يوم الاثنين تصرف غريب وغير رياضي من مدرب، يعني عاودها درا مع تونسي عاودها درا منه، ومنتخب جزائر أول كرة قدم وخطف تعادل بطعم هزيمة. يعني تشوف كيفاش لعبت مصر، مدرب فاز على الجزائر، مدرب فيكتوريا فاز على الجزائر، هذه هي بالتالي كاع يعني الدقيقة في الدقيقة 94 وقيلا باش باركيلا مزية داك الشناوي خرج، مزية الشناوي خرج. وهذا المشرف وقام بمسك سعيد بن رحمة مهاجم منتخب الجزائر بقميصه في مشهد صادم، وذلك بعد استبداله خلال مجريات الشوط الثاني. تصرف مدرب يعني صادم، جاء رد على تجاهل اللاعب مصافحته بعد استبداله من الملعب. يا ودي ما خلع خلع جا فاتحة راسه خلع، يا ودي ما توشيش قال نهدر معه من بعده، كاميرات الناس قاعد تشوفه، خطرة عاير يوتيوبر، خطرة دابز مع الصحافة، يعاير في الصحافة، يعاير تيرم كالول. أو الشعبوية راحت، الناس يعني يقول لك ونعاود لك الشعبوية راحت صايب ما بقاتش، أنا أقول لك الشعبوية راحت ما كاش، ما كاش شعبوية. غادي كي تتأهل دوزيام تور قول لهم درت إنجاز، خاطش كوب دافريك مشي تا جبتها، أنا نقولها لك ونعاودها لك، كوب دافريك والله ما تا جبتها بالتالي كاع، وأنت والله ما أونترينر، أنا نقولها لك ونعاودها لك والله ما أونترينر. لعابة كيما هادو لادفيرساري يلعب لك بعشرة، تجي تقول لهم لا انا كنت باغيهم يلعبوا ب 11، يا ودي ب 10 ما ربحتش وتربح هذيك ب 10 ما درت والو كلاكة، نعاود نولي لك الوحدة، نعاود نولي لك الوحدة نعاود. شوف مدرب اللي يعرف روحو كي داير، خرج له ديفونسير بالحمراء، يقلع اتاكو ودخل ديفونسير، انت نهار السويد هاك عاقل عليها شادت واش هاك عاقل؟ نقول لك شادت؟ هاك عاقل على روحك واش هاك عاقل؟ في طور لا تخرج تخرج سليماني روات رديت بلاصر تروا، هاك عاقل على تبهديله خاطيتك خاطيتك مالك يا كبيرة كبرت عليك، منتخب وطني كبر عليك. لعابة هذو راني نقول لك ونعاود لك ناس هاي قراية، لعابة هذا كي راه كي الروبو، عطي بلونشيما تاعك كي يلعب، ماشي تدخل اسماء وتحطهم وتقارع يمركو، هاو مالك اصاحبي. وأصبح هذا المدرب محل جدال كبير في الشارع الرياضي الجزائري خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تصريحاته التي زعم فيها بوجود خائن داخل المنتخب الوطني. مباراة تالية ربما تسرع هذه التصرفات مثيرة للجدل بنهاية مسيرة يعني هذا المدرب مع المنتخب الجزائري الذي قاد يعني قادوه يعني اللعابة كي اللعابة اللي قادوه يعني لنيل كأس أمم إفريقيا وليس هو. وارتبط اسم هذا المدرب كثيرا بقيادة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي السعودي، وهذه أكبر كذبة فانيك، هذه أكبر كذبة.
خلال الفترة الماضية خلال الألماني ماتيس، لكن إدارة الأهلوية قد تمسكت بالشاب يعني بالمدرب وتراجع عن فكرة التعاقد مع هذا المدرب، إذ كانت هذه الأخبار صحيحة وذلك خوف من تصرفاته المشينة ضد نجوم عالميين في الفريق الأول. بالرحمة مسكين والله العظيم، والله العظيم أنا أقول لك أودي كاش قاع. قالوا أمل بها لك اللي يخسر لك كلاب تاع الماتش تعاود بعد الماتش تعاود بعد 2019 اللي حسبوا باللي قلعنا من من 2019 كرة القدم. ما هو كان قال مع الغرور قال قبل 2018 وما شفتو. لا ما كانش مشكل، وحنا لعبنا كوب ديمون اللي انت ما لعبتهاش، ما لعبتها لا مدرب لا لاعب. مدرب لم يأتي بأي جديد، قادم كل ما في جعبته، لا أداء لا نتيجة، إفلاس تكتيكي، غياب حلول، تغييرات غير مفهومة، علاقتي مع بعض اللاعبين سيئة، وفقد التحكم في المجموعة. أعتقد أن رحيله أفضل له وأفضل للمنتخب ليبدأ مسيرة جديدة مع مدرب آخر بأفكار جديدة وخطط عصرية تليق بالتعدد العالمي الذي نملكه في المنتخب. هذه هي أخويا، هذه هي. الشيخ ما يعرفش بولا، الشيخ يعرف، الشيخ ما يعرفش. أقعد أقعد أضيع، أنا شي قلت لكم تعقل كنت أقول لكم فيها، أنا أضيعه في الوقت، أنا أضيعه في الوقت، أنا أقولها لكم. أكون جرا مع بلادي، والله بعقلية قاع. أنا أقولها لك، مدرب عقلية تاع كارطيات، مهما كان بالرحمة لعاب دولي لا يجوز التعامل معه هكذا. مدرب من أقحمه في التشكيلة الأساسية، تيا أصبح يعني هذا المدرب أصبح مفلس، حطه روح منتخب وطني أصبح أكبر ميكا. هذه لازم تفهمها سي محمد. كاش راجل ينقضب بهذه العقلية هذه؟ إن تقوم بمسك رجل بهذه الطريقة أمام كل العالم هذا خطأ، خطأ خطأ دنيء. ولو كنت أنت معلم وهو تلميذ وأخطاء تلميذك بالعامية حقرة ماشي مليحة، سعيد رغم مستواه لكنه من طابع أعقل لاعبين، من ألطف وأعقل لاعبين لهذا السلوك. أقول لك عار عليك يا صاحبي، ما تركتش على فيكتوريا، ما تركتش على فيكتوريا بغيت تحصلها في مدة في لعب تاعك. اي والله ما دائما يا شو كيفاش صاحبي. هذه يا خويا المهم جاي الصومال طلعوا بها المورال، جاي الصومال طلعوا بها المورال. لاعبين معش لاعبين سيطرة. بعد قال لي انت يا كنت صوب كنت الاخرى وي كنت لقطة كامشي مليحة، لقطة على بالك ما مش كيما هاك، والله ما كيما هاك، والله ما كيما هاك. اللقطة هذي ماشي تاع مكاش قاع،
على قولكم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.